بمناسبة اليوم الوطني 38 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تدعوكم هيئة أبوظبي للثقافة والتراث وهيئة أبوظبي للسياحة للمشاركة في الاحتفالات ما بين 2 إلى 4 من ديسمبر، والتي ستتضمن عروضا مميزة للألعاب النارية، إضافة إلى برنامج فني لنخبة من الفنانين العرب في كل من أبوظبي على الكورنيش مقابل مبنى المجلس الوطني الاتحادي العين في القرية التراثية والمنطقة الغربية في المركز الثقافي، وذلك ما بين الساعة 9 مساء حتى 1 صباحا.